يزن العرب ظالم أم مظلوم؟ والصفقة الأغلى بدوري المحترفين تبدأ الآن بالعمل، وإحصائية سريعة قبل ديربي جدة المنتظر. لحتى تعرفوا كل التفاصيل خليكم معنا بحلقة جديدة من جرينتا. أهلا بكم. لاحظنا خلال الأسبوع الحالي ما حصل مع مدافع المنتخب الوطني ونادي سيلانغور الماليزي يزن العرب، حيث ظهر في نهاية المباراة غاضبا، وحسب ما شاهدنا على الفيديو فإنه ضرب الحكم بعد إطلاق صافرة النهاية في مباراة ببطولة كأس ماليزيا. فما القصة؟ اللاعب اعتذر عما بدر منه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لناديه والمنظومة الكروية الأردنية والمنتخب الوطني كونه سفير رياضي وممثلنا في الخارج، وقال إنه نتيجة ضغوطات سلبية ودون وعي صار اللي صار منه، واتمنى من الجماهير الأردنية تفهم الموقف وقبول اعتذاره، وتعهد ما يكرر مثل هيك خطأ في المستقبل. طيب خليني أحكي لكم ليش هيك تصرف العرب. هل بسبب نتيجة التعادل؟ لا طبعا، يزن أوعى من أنه يفقد أعصابه بسبب خسارة وعدم فوز، وفي مباريات كثيرة كانت أهم بالنسبة له وما تصرف زي هيك، بس اللي صار أنه الحكم أساء بحقه وغلط عليه، ما جعله يستغرب من تصرف الحكم تجاهه ما أدى لفقدان أعصابه. المشكلة وين؟ كل لاعب أو مشجع أو إداري أو مدرب معرض للخطأ في مسيرته، ما في حد معصوم على الخطأ، لكن المشكلة أنه كل سهام النقد بصورة كبيرة توجهت ضده. نعم هو غلط واعترف، بس مو بكفي أنه الإعلام والاتحاد والجماهير بماليزيا بتنتقده، إحنا كمان نوقف ضده ونسيئله ونحمله فوق طاقته؟ يزن لاعب خلوق ومميز وركيزة أساسية مع النشامة، لازم ندعمه ونوقف معه للأخير. خلينا كنا نحط حالنا مكانه، أكيد ما بنرضى الإساءة إلنا من خطأ لأول مرة يطلع منه. هاي القصة بتمنى تكون عبرة ليزن ولغيره من اللاعبين المحليين حتى دائما يضبطوا أعصابهم، ونتمنى أنه العقوبة بحقه تكون خفيفة وما يتضرر منها كثير. بالنهاية كرة القدم مصدر رزقته وكلنا معرضين لخطأ وأكبر من هيك ممكن، والأخبار اللي بتحكي أنه تم توقيفه 3 سنوات كلها عارية عن الصحة، لسه ما صدر قرار بحقه حتى موعد تصوير الحلقة، وما أعتقد تكون بهالحجم قاسية. 299 دقيقة دون احتساب الوقت بدلا من الضائع احتاجها أغلى صفقة في دوري المحترفين للسنة الحالية، واللي هو المهاجم التونسي لفريق الفيصلي رفيق الكاميرجي من زيارة الشباك، حيث سجل في شباك حرتها ببطولة الكأس بالأمس بعد أن عانى كثيرا خلال 6 مباريات سابقة لعبها، مع الإشارة إلى أنه ما لعب مباراة كاملة حتى الآن. قيمة الصفقة ما نكشف عنها بشكل رسمي، لكن بحسب مصادر من داخل النادي الفيصلي فإنه اللاعب كلف ما يقارب $250,000 من خزينة النادي، وجاء بعد أن كان هدافا للدوري التونسي الموسم الماضي مع فريق اتحاد قردان برصيد 14 هدف منهم 4 ركلات جزاء. أول مباراة له كانت إياب السوبر أمام الوحدات، شارك الشوط الأول ب 45 دقيقة. المباراة الثانية كانت في الجولة الأولى من الدوري مع السلط وشارك بديل من دقيقة 71، وبالجولة الثانية من الدوري شارك أساسي ضد الرمثة ولحتى دقيقة 63، ولكن في الجولة الثالثة أمام معان بلش كبديل من الدقيقة 63 كمان، ومع الوحدات في الجولة الرابعة شارك أساسي لحتى دقيقة 72 وبدون أهداف أيضا. ومع نساف كارشي الأوزبكي بدوري أبطال آسيا لعب 25 دقيقة اللي هم الشوط الأول، ودخل بديل في مباراة حارثة بالأمس عند دقيقة 59 وسجل الهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 87. طيب هل الكاميرجي صفقة ناجحة أم فاشلة حتى اللحظة؟ من الصعب القيم الصفقة لأنه لسه اللاعب ما تحصل على عدد دقائق ومباريات كافية لنحكم عليه، إضافة أنه مهاجم صندوق يعني لاعب من لمسة واحدة، وهو ما كانت توصل كرات كثيرة ويضيع كثير لحتى يكون مهاجم غير ناجح مع الفيصلي، بس ممكن الآن يتحول لماكينة أهداف بعد الثقة اللي تحصل عليها بهالهدف رغم عدم أهميته، وممكن كمان يرجع يصوم عن التهديف مرة ثانية حال استمرار الوضع على ما هو عليه. كل شيء وارد. بتعرف أنه في ديربي جدة كان في سلسلة طويلة لعدم هزيمة فريق من أمام جاره بجميع الديربيات حول العالم، واللي كانت من نصيب الأهلي أمام الاتحاد، حيث لم يخسر صاحب الرداء الأخضر والأبيض في 16 مباراة على التوالي ببطولة الدوري، والمباراة الجاي بينهم في الدوري الجمعة بتاريخ 6/10. 3138 يوم ما فاز فيهم الاتحاد على الأهلي بالدوري السعودي لحد يوم 31/10 من 2020 سنة الكورونا، يعني جماهير الاتحاد لما اجت تفرح بالفوز على الأهلي ما كانت موجودة بالملعب وقتها، ومن بعد هالمباراة الأهلي ما فاز على الاتحاد حتى الآن، وآخر فوز الاتحاد قبل هيك على الأهلي كان في شهر 3 من 2012
بالفوز بهدف نظيف سجله طيب الذكر وقتها نايف هزازي. وخلال هالسلسلة وهالمباريات الأهلي فاز في 9 مباريات مقابل حضور نتيجة التعادل 7 مرات. طبعا خلال هالمدة كان في فوز الاتحاد على الأهلي بس ببطولات ثانية، مرة فوز في بطولة كأس ولي العهد السعودي ومرة في بطولة دوري أبطال آسيا. طول عمره من خلال متابعتي من فترة طويلة للدوري السعودي بصفتي عاشقا للنمور، ديربي جدة بيكون من أقوى الديربيات في العالم من جماهير وأداء فني وإثارة وكل شيء مميز بكرة القدم بيكون حاضر بهالمباراة. فما بالك الآن مع عودة متوقعة للمباراة للحكومة كريم بنزيما من الإصابة، وفي ظل وجود نجوم كثار عند الفريقين، قمة أخرى مرتقبة بأهداف كثير بعد قمة الهلال والاتحاد اللي انتهت 4-3 للهلال، وقمة النصر والأهلي اللي انتهت 4-3 للنصر، يعني الفريقين مجروحين من فرق الرياض هالموسم. وسؤال الحلقة لليوم بيحكي مين آخر لاعب اتحادي سجل بشباك الأهلي في الدوري السعودي قبل هبوط الأهلي الموسم الماضي لدوري يلو؟ اكتبوا الإجابة لو عرفتوها بالتعليقات. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك وفولو على الانستغرام وسبسكرايب على اليوتيوب. على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة معي أنا مهرج ويلز. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.